كابتن شريف مساء الفل. صباح الفل. قعد في التلفزيون وشغله الاول يا فندم. البرنامج اتفي يا كابتن. لا يا كابتن سيف ما نقدرش. البدايه فين؟ البدايه كانت في المنيا. انا اصلا صعيدي، انا من المنيا. انا معاك براحتك. انا من المنيا، من مركز بني مزار، من قريه صفت ابو جرج. البدايه كانت في الفكره. بني مزار ده كابتن احمد حسن. ايوه مظبوط طبعا. ايوه مظبوط جنبي. انا الفكره البدايه عندي، انا طب انا اصلا بطبيعي بحب اعمل اي حاجه الناس شايفاها غريبه، اي حاجه الناس شايفاها صعبه بروح عليها. اتولدت الفكره منين؟ انا اخ لست اخوات، احنا سته لخمسه غيري يعني، انا اكبرهم. فطلعت لقيت الناس كلها بتواسي ابويا وامي، ان الاب الابن الاول ليهم اتولد معاق، فهنعمل ايه؟ احنا عندنا مشكله. وانا ما عجبتنيش بقى الطريقه، لا اللي هو لا، انا عايز اصدر مش ليهم بقى، للعالم كله فكره ان احنا مختلفين مش ناقصين. هي دي الفكره اللي كانت مسيطره عليا. نزيدك وديك الصح. قعدت افكر بقى في حاجات كتير، وانا بطبعي اللي هو ايه، ده هدفي، انا هروح له هنا، اتقاطع الطريق ده، بس ما هروح من هنا، اتقاطع هروح من هنا، اتقاطع هروح من، بس هروح في الاخر، هروح. صح. كان اول حاجه عندي كان حلمي اصلا، كان والدتي نفسها اطلع دكتور. قعدت اذاكر واتعب واجتهد، كنت متفوق جدا لغايه ثالثه اعدادي. سنه اولى ثانوي بقى ايه، سرحت خلاص بقى، مفيش دكتور، راحت الطب. دخلت كليه الاداب لغه عربيه، قلت انا هبقى مدرس لغه عربيه واعلم الناس، المعلم حاجه حلوه، واسافر بره واعلم الاجانب وحاجات زي كده. ما نفعتش، جبت تقديرات عاديه جدا، واللي هو لا مش هينفع. قلت خلاص انا هبقى رجل اعمال، انا اشوف حاجه كده اشتغل فيها. لقيت نفسي ما عنديش حاجه اصلا عشان اعمل فيها اصلا، عارف اللي هو الفكره دي. فربنا هداني للرياضه. حد من صحابي، هو ابن عمي وصاحبي في نفس الوقت، عرض عليا فكره ان انا اروح العب رياضه. رحت جربت. وانت عندك كام سنه؟ ثالثه ثانوي عام اولى كليه. انت كبير، ابتديت. ابتديت كبير. كان حلم عمري ان انا العب وانا ناشئ، بس ما حصلش. بس عملت حاجات كتير حلوه وانا كبير، يعني انا فرحان باللي انا عملته. بندك الصح. رحت لعبت اول مره، جربت معاهم ما عرفتش، فرحت كده قعدت شويه اللي هو ايه، يعني انا مش عارف العب. قلت طب ما اجرب تاني، ايه المشكله؟ ما اكيد كل الناس فشلت في الاول يعني. واصلا كلمه نجاح ما بتعرفش طعمها غير لما تفشل الاول. صح. انت لو نجحت من اول مره ما فيش متعه، ما فيش لذه. صح. فروحت جربت تاني، مستواي اتطور، لعبت باسم جامعه المنيا الاربع سنين بطوله الجامعات، وكنت بزعل جدا لما اخسر، والخساره بالنسبه لي دي كانت بتفضى، كنت بعمل ترتيب تاني وازعل جدا، وكنت اقعد اعيط، وزمايلي يقولوا لي يا ابني احنا جايين نتفسح، اقول لهم انتوا جايين تتفسحوا، انما انا قاعد اتمرن طول السنه عشان اجي اعمل فضه؟ لا طبعا. واتمرن واروح اخسر برضه اعمل فضه. الفضه دي خساره بالنسبه لي ساعتها، كانت خساره. يعني بص، هو البني ادم مداركه بتتغير بخبراته. صح. بعدد سنوات خبرته. يعني انا لسه كاتب بوست قريب من يومين ثلاثه على الفيسبوك، after 18 years، بعد 18 سنه of practicing sport، من ممارسه الرياضه، I realized it، انا ادركت ان الـ real enjoy في الرياضه is to compete not to win، انك تنافس اصلا مش انك تكسب. ليه كتبته بالانجليزي؟ عشان العالم كله يعرفه. انا اصلا ممثل شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي للعبه بتاعتنا، ما شاء الله. فانا عايز الناس كلها تفهم ان انا مش عيب انك تكون كنت فاهم حاجه غلط. بس العيب انك تدرك الصح وتكمل في الغلط، او تدرك الصح وما تقولوش للناس. صح. عارف زي ايه؟ زي لما حضرتك كده تكون ماشي من شارع وتكلم حد جاي وراك، خلي بالك ده في مطب في المكان الفلاني. ما هو ده اللي انا بعمله. انا ادركت ان انا دلوقتي بقيت حامل رساله. انا بقالي 18 سنه بلعب اللعبه. انا لعبت 5 بطولات عالم، كوريا 2006، ماليزيا 2010، دبي 2014. ميداليات ايه بقى فيهم؟ ذهب كله. اول ميداليه في حياتي هي الفضه الوحيده في حياتي. لعبت 3 دورات اولمبيه، بكين 2008، لندن 2012، ريو 2016، ذهب. الثلاثه طوكيو كانت الرابعه. وطوكيو ليها قصه غريبه، كل واحد فينا ليه قصه كده زي اللي حكاها. انت رحت طوكيو تجيب ذهب عادي؟
المفروض ان هو كان عادي بس هو قدر ربنا. المفروض ان هو كان عادي بس هو قدر ربنا فوق كل شيء. ايه اللي حصل؟ قبل طوكيو بشهرين كان عندنا بطوله فزاع، اخر ستيب في الكواليفيكيشن باث واي بتاع طوكيو 2020. وانا هناك في البطوله جالي قطع في العضله الصدريه بمساحه 4 سنتي. ده ورقه وقلم وعقل ومنطق، كل الحاجات اللوجيك بتقول انه انت اوت اوف طوكيو، بره المشاركه، مش هينفع تروح اصلا. بس انا زي ما قلت في اول كلامي، انا بطبعي ما بحبش اسيب حاجه تعدي كده، ما بحبش اقف بعد الحدث ما ينتهي، الايفنت ما يخلص، واقول اللي هو ايه، انا لو كنت عملت كذا كان ممكن اشارك. لا، انا بعمل كل حاجه المفروض تتعمل عشان بعد الدوره الاولمبيه ما تخلص، او بعد الايفنت ما يخلص، ايا كان هو ايه، ايا كان، مش بس رياضه، اقول انا عملت اللي عليا، انا فرحان باللي انا عملته، وانا فعلا دلوقتي انا فرحان باللي انا عملته. رحت بالاصابه؟ نعم، رحت بالاصابه. لا، انا عملت حاجات كتير. انا سافرت بالاصابه. غير كده كمان اللي كان متولي علاجي اصلا كان الدكتور سامح سالم، والمركز العلاج الطبيعي ده رئيس اللجنه الطبيه في اللجنه البارالمبيه المصريه. بالمناسبه انا يعني ممكن اوجه له الشكر، هو والناس اللي اشتغلت معايا بايديهم من خلال برنامجك، الدكتور سامح سالم، الدكتوره ايه، دكتور كريم، دكتوره سمر، الناس دول اللي اشتغلوا معايا بايدهم. دكتور سامح يعني الداني، انت قطعت البرنامج وقفلت التلفزيون للراجل ودلوقتي بتستخدم البرنامج عادي؟ عادي، بس هتتفرج بعد كده عادي بقى. لا عادي خلاص، مفيش تغيير تاني. اتفضل. الدكتور سامح الداني البرميشن ان انا ارجع اتمرن تاني، تحديدا حرك رياضي، واكيد هتقدر اللي انا هقوله، 15/7 وانا مسافر الاولمبيكس يوم 21/8. يعني انا ما عنديش حرفيا غير 4 أسابيع اتمرن فيهم. اي حد رياضي بيسمعنا اكيد عارف انا، اكيد عارف انا بقول ايه، واكيد عارف ان انا بقوله مش ما ينفعش اصلا. بنسافر على ذهب ولا على فضه بالظروف دي؟ ولا ذهب ولا فضه ولا ده، ولا كان المفروض اشارك اصلا. انا رايح انا رايح اغامر. اصل انت شخصيتك كده مش بتاعتك اغامر والكلام ده. لا، انت حتى لو حاسبها. حاسبها، بس الاصابه اللي عندي عشان انا استعجلتها فهي على المحك. يعني رايح خايف وانت تشيل. انا في اي طبعا، ما انا في اي لحظه ممكن الدكتور بالامر ما تلعبش، هو ده اللي حصل معايا اصلا في البطوله اللي قبلها. انا اتمنعت من اللعب بامر الطبيب. رفعت كام؟ رفعت 187 كيلو. ورقمك؟ 211 كيلو. وانت رايح عشان ترفع ال 187؟ انا رايح اعمل ال 187، بس انا رايح اعمل اللي عليا. الميدالية الذهب رفع 187 زيي، بس هو كان اخف مني وزنا، فقانون رفع الاثقال الاخف وزنا هو اللي بياخد الميدالية، فكان لازم انت ترفع اكتر. 188 كيلو. وما ما غامرتش بيها؟ ما حاولتش. يفرق الكيلو ده معاك؟ طبعا طبعا. بس هنا العقل بقى، انا لو دخلت 188 وطلعت غلط انا ممكن اعمل رابع. طب اضمن فضه وممكن الذهب لو خطا اخد انا ذهب، ولا العب على الذهب واخد رابع؟ قررت قرار المدير الفني؟ لا، قرار المدير الفني طبعا. قرار المدير الفني طبعا، كابتن عماد بهجت. بالمشاوره معاك؟ اكيد اكيد. لازم لما يكون عندك في حياتي اقعد قدام حد، اما يكون عندك لاعب قديم زي الكابتن هاني او زي الكابتن محمد صبحي شعبان، اي حد من صحابنا، ما ينفعش تديله اوردر. ممكن ما يسمعوش. لازم تشاوره، لازم تشاوره، لازم بالمشاوره. هو الكابتن عماد الحته